السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي. أهلا وسهلا بكم حبايبي. طبعا أنا بكمل معاكم بقية الوصفات اللي أنا قلت لكم عليها باستخدام الملح للعناية ببشرتك وبجمالك. والملح له فوائد جميلة جدا، ودي كده ستة حاجة معايا، يعني هقدم لكم وصفة برضو النهاردة باستخدام الملح وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت. نشوف مع بعض حبايبي الوصفة عبارة عن ايه. اول حاجة هنحتاج لاتنين معلقة كبيرة من ملح البحر، وهنحتاج لاربع معالق كبيرة من زيت الزيتون. هتبدأي اللي انت بتخلطيهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده حبايبي هيبقى الخليط ده هوت هيبقى يعني ماسك كده هوت مقشر طبيعي للوجه، يخلصك بقى من اي جلد ميت اذا كان في بشرتك، اذا كان برضو في الكوعين، في الركب، او في الاماكن الحساسة، اي منطقة في جسمك حاسة اللي هي فيها جلد ميت. الوصفة بتاعت النهاردة دي وصفة رهيبة جدا. اول بعد كده حبايبي بعد ما هنحط ال4 معالق الكبيرة من زيت الزيتون على معلقتين كبيرة من الملح، وبعد كده هتحطيهم بقى على اي مكان زي انا ما قلت لكم في جلد ميت. بعد كده اهوت حبايبي او في ايديكي كمان، هتبداي اللي انت بعد ما بتدهني المكان اللي هو فيه جلد ميت، هتبداي اللي انت بتسيبي الماسك ده اهوت على الجلد كده لمده 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق بتبداي اللي انت هيكون يعني نشف حبه، فهتبداي اللي انت بتعملي بتدلكيه يعني بحركه دائريه كده اهوت، يعني لو انت كده على ايديكي حبيبتي بعد ما بتدهني بتسيبيه 5 دقائق اذا كان على ايديكي او في اي مكان اللي انا قلت عليه. بتبداي بعد كده بتعملي بحركه دائريه كده، هيكون هو بقى يعني نشف حبه. الحركه الدائريه دي هتخلصك من اي جلد ميت موجود فيه، وانت بتعملي كده الجلد الميت هيتشال معاكي يعني مع الحركه دي اللي انت بتعمليها. بعد كده اهوت حبايبي بتبداي بعد كده اللي انت بتشطفي بقى بشرتك بالميه كويس جدا، وبعد ما بتشطفي بقى بشرتك بتستعملي الماسك ده اهوت، يعني هيكون استعمال الماسك ده زي ما قلت لكم لتفتيح البشره ازاله الجلد الميت. برضو زي ما قلت لكم برضو هيكون الوصفه ديت برضو مؤشر طبيعي من للجلد الميت لاي مكان بقى في جسمك، اذا كان في وجهك، اذا كان في الكوعين، في الركب، في الاماكن الحساسه، اي حاجه في جسمك. الماسك ده رهيب جدا وبيدي نتيجه كويسه جدا جدا. ايه حبايبي بعد كده اهوت بعد انت ما بتشطفي بشرتك بعد الماسك، يفضل ان انت بتدهني بشرتك باي كريم بقى مرطب عندك، يعني بيبقى يفضل يعني بعد استعمال الماسك ده اهوت تدهني بقى بشرتك باي كريم. بس كده حبايبي الماسك دوت ممكن بقى بتستعمليه يعني على حسب بشرتك، يعني لو في بشرتك فيها جلد ميت او حبوب او كده فممكن تستعمليها مرتين في الاسبوع. لو مثلا يعني ما فيش يعني مجرد اللي انت بتعمليها تنظيف كده لبشرتك ممكن تستعمليها مره واحده بس كفايه في الاسبوع حبيبتي. بس كده اتمنى الفيديو النهارده يكون نال اعجابكم، وبرده للي ما تابعش برده معايا الفيديوهات اللي انا سجلتها قبل كده معاكم باستخدام الملح برده هقول لكم برده عليها كده اهوت حبايبي. كانت اول حاجه استخدام الملح لتنظيف الاظافر وتفتيح لون الاظافر، وبيدي يعني بيديكي نتيجه كويسه جدا في تفتيح لون الاظافر وازاله اي اوساخ موجوده فيها، وبيديك يعني بيدي تفتيح رهيب جدا. كانت وصفه جميله جدا، اتمنى ان شاء الله كده ان انتوا تدخلوا وتشوفوا الفيديوهات ديت، لان هي فعلا الوصفات ديت يعني كلهم احلى من بعض بصراحه. كانت تاني حاجه معايا وصفه لتبييض الاسنان، ومن استخدام الملح والكربونات الصوديوم بيديكي تبييض جميل جدا للاسنان.
علشان طبعا الملح بيحتوي على مادة الفلوريد، فبتساعدك على تبييض الأسنان بشكل طبيعي. يعني أتمنى إن انتوا برضو تشوفوا الفيديو ده. هو وبرضو كانت تالت حاجة معايا، برضو عملت برضو معاكم برضو وصفة، قلت لكم وصفة باستخدام الملح برضو لإزالة القشرة من الشعر، كانت جميلة جدا. وبرضو قدمت برضو معاكم رابع حاجة استخدام الملح برضو في جلسة استرخاء كده، هوت كانت جميلة جدا برضو، بتخلصك من تعب اليوم كله. برضو كانت جلسة استرخاء جميلة جدا بأقل التكاليف. وكانت خامس حاجة معايا اللي هي طريقة عمل ماسك للبشرة باستخدام الملح والعسل، يخلصك من أي جلد ميت. ودي كانت الوصفة برضو النهاردة، وصفة برضو تانية باستخدام الملح وزيت الزيتون، نعم يخلصك من أي جلد ميت برضو. وأتمنى حبايبي اللي الفيديوهات دي تكونوا استفدتوا منها فعلا، لأن الملح ليه فوائد جميلة جدا، يعني مش بنستخدموه في الأكل بس، لا بنستخدموه برضو بالعناية بجمالنا ببشرتنا كده، بيستخدم برضو في بيدخل برضو في المنظفات، فليه فوائد جميلة جدا. أتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم. ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره حبايبي، فضلا وليس امرا، يا ريت لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم حبايبي، يا ريت ان انتم تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه في القناه. وبحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الورائي، منى وفتحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.